Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله من لجأ إليه بلغه فوق مأموله ومن سأله أعطاه فوق سؤله أحمده سبحانه وتعالى من على من تاب إليه وأناب بعفوه وغفرانه وقبوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بالله ورسوله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بيّن سبل الهدى وبلغ الدين كله بفروعه وأصوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا شرع ربهم بكماله وشموله والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها المؤمنون والمؤمنات ونفسي بتقوى الله سبحانه فاتقوا الله رحمكم الله فلقد نطقت الغير بالعمر فانظروا لخلاصكم يرحمكم الله قبل انقضاء أعماركم واعتبروا بمن مضى من القرون والأقران وسلوا القبور عن ساكنيها فالعاقل من راقب العواقب ومن أخطأته سهام المنية قيده عقال المرض والهرم ألا يكفي زاجرا للمقيمين من قد رحل فإذا عزمت عبد الله إذا عزمت على الخير وعلى التقوى فبادر وتوكل على الله فالموت يفصم العرى وليس في الآخرة من عوض وسكران الهوى كما يقولون بعيد الإفاقة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم اكتبنا من عبادك الفائزين واكتبنا من عبادك المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها المسلمون والمسلمات أخطب فيكم اليوم في موضوع سبق لي أن خطبت فيه مرة على الأقل أو مرتين هذا الموضوع يشغل كثيرا من الناس ويسبب لنا نحن معاشر الأئمة والخطباء في هذا البلد إزعاجاً
وصل الأمر إلى أننا ننزعج، انزعجنا كثيرا مما يقع للمسلمين في هذا الشأن، ومما من كثرة الأسئلة التي تأتي ونعيد القول فيها ونعيد ونعيد. نسأل الله أن يكفينا وإياكم هذا الهم وغيره من الهموم. أحدثكم اليوم عن زواج الفاتحة. زواج الفاتحة أو الزواج العرفي لكن في السياق الهولندي، لأن هذه الخطبة كما ترون أنها تبث مباشرة، فقد يسمعها بعض الناس خارج هذا البلد ولا ينطبق الحال على حالهم. إنما نحن نتحدث دائما لأن الأجوبة الشرعية أو الفتاوى أو الإرشادات أو النصائح تخضع للزمان وللمكان، بمعنى تخضع للسياق، فما يكون صالحا في بلد لا يكون صالحا في بلد آخر. وبعض الناس استصحبوا ما كان يجري في بلدانهم، ولما جاءوا إلى هذا البلد صاروا يريدون أن يجروا الأمور على ما اعتادوا عليه طوال حياتهم في بلدهم. ولا تسير الأمور هكذا، لكل بلد أسسه، لكل بلد قانونه، لكل بلد عرفه، لكل بلد يعني الأشياء التي يتعامل الناس فيما بينهم فيها. توجد مجموعة من المحددات ومن الضوابط تلعب دورا أساسيا ينبغي للإنسان أن ينتبه. اخترت هذا الموضوع كما قلت لكم لأننا أصلا نحن كأئمة نعاني من هذه المشكلة بكثرة ما يزعجنا الناس، يعني مما يقع بينهم من المشاكل. هناك معاناة حقيقية لكثير من الأسر من التبعات والمشاكل التي تترتب على هذا النوع من الزيجات، وخاصة النساء يعني الزوجات والأولاد، بحيث توالت شكايات الناس من نتائج هذا الزواج الموسوم بزواج الفاتحة أو الزواج العرفي أو يقول الزواج الشرعي، وهو بعيد عن الشرع، بعيد أبعد ما يكون عن الشرع. أنا أعلم أن كثيرا من الناس لا يهمهم الموضوع، ويعني بحكم أننا اعتدنا يعني الناس القدامى خاصة يعرفون هذه الأشياء في هذا البلد، ولكن لا بد أن ننبه إخواننا وأخواتنا على مخاطر هذا الزواج وعلى سلبياته وعلى ما يترتب عنه. الأمر الثاني من هذه الدواعي أن كثيرا من الفئات تسارع ممن لا خبرة لهم بالموضوع، يسارعون في هذا الزواج، فلا يمر علينا أسبوع واحد داخل هذا المسجد دون أن نتلقى طلبات متعددة، مش طلب واحد في السيمانة، تأتي الطلبة إلى الإمام وتأتي في الهاتف إلى مؤسسة المسجد كل يوم تقريبا بشكل يومي، تأتي هذه الطلبات من أجل توثيق، يقول لك احنا بغينا نديروا هذا الزواج عندكم في الجامعة، بغينا نديروا الحلال، بغينا نديروا الزواج الشرعي ولا الزواج الإسلامي. ونحن لسنا مخولين كمساجد، لا إمام ولا المسجد، احنا ما عندناش الحق، ليس عندنا الحق لا الشرعي ولا القانوني أن نكتب للناس الزواج، هذه ليست وظيفتنا. احنا ماشي الوظيفة ديالنا نكتب العقود نتاع الزواج الناس أو نجريها، ليس هذا شغلنا. اللي بغى يتزوج يمشي للبلدية، اللي بغى يتزوج يمشي للقنصلية، اللي بغى يتزوج يمشي للبلاد ويدير العقد الإسلامي القانوني الحكومي. أما المساجد ماشي نتاع هذا الشيء، وغادي نبين لكم من خلال هذه الخطبة إن شاء الله، خاصة في الخطبة الثانية، هذه الأشياء لأن عندما يسمعها المسلم أول مرة قل ماذا يقول هذا، المساجد بيوت الله وفيها حكم الله وفيها الشرع وفيها كذا وكذا، فلماذا لا يريدها هذا الرجل أو هؤلاء الناس، لماذا لا يريدون مساعدة المسلمين؟ دعونا من الكلام العاطفي، دعونا من الكلام الفارغ، واسمعوا الجد، يعني علاش لماذا نحن لا نزوج الناس في المساجد؟ لأنها ليست وظيفتنا ابتداء، إلا في حالة واحدة سأذكرها في نهاية الخطبة. الزواج أصلا في الدين هو ميثاق، ميثاق وتراض، تراض بين الرجل والمرأة، وترابط شرعي بين رجل ومرأة على وجه الدوام.
الذي يريد أن يتزوج لمدة محددة فهو لا يسمى في الشرع أنه يتزوج، بل يتمتع كيدير المتعة، رجل كان أو امرأة، لأن الزواج الشرعي يكون دائما على وجه الدوام، يكون بنية الدوام حتى وإن لم يستمر وانقطع ووقع الطلاق لسبب من الأسباب. غاية الزواج الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مؤمنة مستقرة يشرف عليها الزوجان، يعني المرأة والرجل. أما أركان الزواج فأولا المحل، أنا كنقول هذه الأشياء لماذا هي معروفة في الفقه ومحسومة، ولكن أكرر القول فيها باش تكون لنكون على بينة ونقارن بين الزواج الشرعي والزواج هذا الذي يريده الناس. أولا المحل، ويقصد الفقهاء بالمحل يعني الزوجة والزوج اللذان يقع عليهما العقد. الصيغة وهي كل ما يدل على الإيجاب والقبول والرضاء الصريح من الطرفين ومن الولي. الصيغة تكون واضحة، هل أنت قابل بهذا الزواج؟ نعم أنا أقبل. هل أنت قابلة؟ نعم أنا قابلة وموافقة. الولي عندنا وهو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة لكونه أبا لها أو وصيا عليها أو كافلا لها أو قاضيا عندنا في الإسلام أو حاكما، وإن لم يوجد أحد من هؤلاء فرجل مؤمن من المؤمنين يمكن أن يكون وليا لهذه المرأة إن لم يكن لها ولي. شروط الزواج في الإسلام، يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط التالية. أولا توفر الأهلية الكاملة للزوجين معا، ماشي واحد معنه نقص عقله ولا أحمق ولا هؤلاء، يعني ينبغي أن تكون الأهلية كاملة للتعاقد، تكون تصرفاتهم القانونية نافذة. ثانيا المهر أو الصداق، وهو ما يقدمه الزوج لزوجته عربونا للمحبة وإشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية الرمزية وليس المادية. ولا يجوز الاتفاق على إسقاط الصداق، لا يجوز. والصداق ليس ثمنا للمرأة، إنما هو عربون محبة من الرجل للمرأة، وهذا مما خص الله به النساء. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني خالصة لا تتحكم فيها ولا تأخذ منها، والمرأة لا تجهز البيت بصداقها، إنما هو لها خاصة تفعل به ما تشاء. فليس للأبي أن يأخذ شيئا من هذا الصداق، وليس للزوج أن يأخذ شيئا من هذا الصداق. الصداق هو حق للمرأة وحدها، ليس لأحد، لا لأب ولا لزوج، وبعض الآباء يأخذونه، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. الإشهاد على الزواج وسماع العدلين الرضا به من الزوجين والولي، يعني لا بد من حضور شاهدين عدلين مسلمين رجلين ذكرين. رابعا انتفاء الموانع الشرعية، كأن تكون المرأة في عصمة رجل آخر، تكون مزوجة مع شي واحد وما يمكنش يعقد عليها، أو تكون معتدة من الوفاة أو من الطلاق فلا يمكن، هذا مانع من الموانع والكلام في هذا يطول. أما تعريف زواج الفاتحة أو زواج العرفي للناس كيديروه، فإننا نقصد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية لها لدى جهة حكومية أيا كانت. الزواج اللي مسجلش عند شي جهة حكومية، كيف ما كانت شي حكومة في العالم كتعترف بها الأمم المتحدة على أنها دولة وعلى أنها عندها الحكومة ديالها، كل زواج اللي مسجلش عند أي حكومة كما كانت للمسلمين أو لغير المسلمين، هذا يسمى زواجا عرفيا، يسمى زواج الفاتحة. وما أبعده عن الفاتحة وما أبعده عن الشرع، وهو نوعان، نوع يكون مستوفيا لجميع الأركان والشروط الشرعية المعروفة في الفقه والتي ذكرتها، يعني زواج عرفي ولكن في قعدك الشروط، فيه الزوجان والصداق والولي والمجلس العقد وهذه الأشياء، الصيغة وكل شيء موجود فيه ولكنه غير مسجل. النوع الثاني لا يكون مستوفيا للأركان والشروط الشرعية المذكورة، راه زواج عرفي ولكن ما فيه الشروط، مثلا الشاهد تلقى غير واحد الشاهد ولا ما تلقاش الولي، ولا هذا عقد فاسد
باطل لا كلام عليه، يعني ابتداء عند الجميع ولا يناقش في هذا أحد، لأن لابد أن تكون الشروط الشرعية متوافرة. أما النوع الأول وهو الذي فيه جميع الشروط الشرعية ولكن ما مسجلش عند الحكومة سواء في هولندا أو لو في المغرب أو في مصر أو في سوريا أو في غيرها من البلاد، هذا الذي نتحدث عنه. لماذا يأتي الناس إلى هذا الزواج؟ علاش بغاو الناس يتزوجوا بزاف هذا الشيء بهذه الطريقة بلا ما يسجلوا الزواج؟ ما هي الدوافع؟ لأن الدوافع بها نحكم على النتيجة النهائية. أولا من الدوافع، أنا ما غاش نذكر كل شيء الدوافع، كاين دوافع كثيرة جدا. سهولة الزواج العرفي من حيث الإجراءات والتبعات والمسؤوليات. الزواج العرفي ما فيه حتى شي مسؤولية، صافي راه مزوج غدا يهزبال يزدو يزيد بحاله، السلام عليكم السلام، ولا حتى ديك السلام عليكم ما يقولهاش شي، صافي باش تحاسبه، باش غادي تشكي بها هذه المرأة كتمشي عند البوليس وتمشي عند المحامي يقول لها جيب لنا عقد الزواج، قول ما عنديش، قولها يا مر ما عندي ما ندير لك، ما نقدرش نعاونك. من الدوافع عدم استقرار الزوج في مكان واحد، كيبقى يعني كيتنقل من مكان الى مكان الى مكان، وغالبا كيكون متزوج في مكان وملي كيبقى يتنقل كل مره الخدمه ديالو كتبدل، مره هو في فرنسا مره هو في بلجيكا مره هو في هولندا في المانيا وفي اي دوله اخرى، وكي فيما كيمشى كيتزوج بالزواج العرفي. ثالثا العجله والرغبه في اجراء العقد بسرعه. احنا المغاربه يقولوا زواج ليله تدبير عام، زواج ليله تدبيره سنه. هادو غير نعسوا فاقوا بغاو يديروا، بغاو يتزوجوا دغيا، يقول لك لا ما عندناش الوقت. علاش ما عندكمش الوقت؟ علاش ما عندكمش الوقت؟ بغينا نتزوجوا قبل راس العام، علاش قبل راس العام؟ لماذا؟ اذا ما هو الدافع؟ العجله، ولكن العجله من الشيطان. كان بعض الناس اللي نصحناهم قلنا لهم ما تجربوش، يقول لك لا من بعد غادي نديروا العقد نتاع البلديه ومن بعد نديروا نتاع القنصليه ولا نمشيو للمغرب ولا نمشيو للدوله ديالنا ونديروا هذا الشيء. ايوا لما تقع وقع الزواج ما داروش العقد وقعت المشاكل، اذا شكون يتحمل المسؤوليه؟ هناك دوافع اقتصاديه تتعلق اما بالتهرب من الضرائب، يتهربوا من فلسطين الرجل والمراه، أو الرغبة في المساعدات والتعويضات، يعني سواء أوتكيرين سواء تصلاح، كيبغي يقول لك أنا خصنيش الدار ديالي وبقى عندي تصلاح ديالي وبقى عندي السيتواتسي ديالي ما تبدل فيها حتى شي حاجة، قول لك واش نديرو؟ نديرو الزواج العرفي نتزوجو ياك، هذاك حلال. حلال احنا ما كنقولوش حلال، احنا لا نقول حلال ولا حرام، نحن نقول هذه مفاسده وأنتم تختارون ولا نوافق عليه. الدافع الخامس هو غياب الثقة منذ البداية. كتعرفوا بأن بنادم باش يتزوج ويطلق الدار ويعاود إلى وقع الطلاق ولا الفراق، إيوا خصو يعني إجراءات ويتعب كذا السكن. واش كيقول لك؟ كيقول لك أنا حنا غادي نتزوج بالزواج العرفي ندير واحد بروفتايت ومن بعد سجلوا الزواج الى نجحنا. والزواج ما فيش بروفتايد، ما فيش فتره تجريبيه، هذا ليس زواجا. انا قلت لكم في البدايه هذه متعه، الزواج ما فيش هذا الشيء. يعني من الاول كيقولوا عنا احنا المغاربه فيها ان، يعني من الاول ذاك الزواج فيه ان من البدايه، احنا عاد مازال ما قلناش بسم الله. دخول بعض الناس الزواج بنية تجريبية كما قلت، المتعة الحرام والتسلية. بعض الرجال اللي سامحهم الله وهداهم الله، سأل الله أن يهديهم، واش كيديروا؟ يعني الصغير يخزلخ خزل خايت، راه كيتمتع مع راسه، يتزوج هذا العام وحده وعام الجاي وحده، وكيبدل العيالات كما كيبدل الكسوة ديالو، هذا هو اللي كاين لا أقل ولا أكثر. فهؤلاء مجرمون وهؤلاء مفسدون، نسأل الله لهم الهداية، لأن هادو هما اللي فسدوا هذا الشيء كله، هادو هما اللي فسدوا هذه الأشياء. ما حنا ما كان حتى واحد ما كان يقول لنا لا تزوجتوا ولا ما تزوجتوش، حتى واحد ما كان يهضر علينا، ولكن هاد النماذج هما اللي جعلونا أننا الآن حاضرين بقوة في البلاطوات في القنوات المختلفة في هذا البلد وفي غيره كيهضروا علينا
قل واش هذا هو الإسلام، واش هذا هو الدين، واش هذا هو. ومن الدوافع الرغبة في التعدد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، أحدثكم في هذه الخطبة الثانية عن الآثار والمفاسد المترتبة على زواج الفاتحة. الآثار كاين فيه فوائد، ماشي الزواج عرف ما فيهش فوائد. حتى الخمر قال الله فيه الفوائد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الزواج العرفي بحال الخمر، فيه إثم كبير ومنافع للناس. بعض الناس ما فيه، نقول احنا ما فيه بدا. لا، توجد فيه بعض المنافع، ولكنه إثمه أكبر من نفعه. وما كان شأنه هكذا فلا يأتيه المسلم ولا يقبل عليه. أولا، من المفاسد انتفاء الطمأنينة والسكن وغياب المودة والرحمة. الله سبحانه وتعالى قال في آية الأزواج في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا السكن غير موجود في هذا الزواج. وأنا سأسرع في قراءة هذه الآثار السلبية دون شرح، لأن الوقت لا يتسع للشرح. الأمر الثاني، عدم معرفة المبرم للعقد أو أحد الزوجين للحالة العائلية الحقيقية للطرف الثاني قبل هذا الزواج. قبل ما غادي يتزوجوا هذا الزواج تاع الفاتحة، ما تعرف واش مزوج، واش مطلق، واش هاد السيدة أرملة، واش مطلقة، واش ماشي مطلقة. وقع وجد عندنا نساء ما مطلقينش وكيديروا هذا الزواج. وكاين كنقولوا حنا الرجال اللي كان كيمشي في الانترنت وكيتلاقى مع واحد البنت عندها 20 سنة وهو مزوج وعنده 3 د الاولاد وهي ما عارفاش هذا الشيء. وملي كيدير الزواج تاع الفاتحة من بعد كيبان بلي راه مزوج وراه عنده 3 تاع الاولاد. هذه البنت هذه اللي عندها 20 سنة لو انها عرفت مزوج واش غادي تهضر معاه؟ غادي تقول له كاع حتى السلام عليكم. هذه مشاكل تترتب على هذا. العجز عن إثبات الزواج عند النزاع والتقاضي كما قلت. إلا باش تبرهن هذا المرأة ولا هذا الرجل بأنه راه مزوج، ما عندوش بفايس بلا راه مزوج. إسقاط كرامة المرأة والتلاعب بها وجعلها متاعا مبتذلا. المرأة ما ولات تسوى حتى حاجة، ولات سلعة كما قلت لكم عند هاد الناس، ماشي عند كل شيء الناس، عند هاد الناس اللي كيلعبوا وكيضحكوا على بنات الناس. انتفاء نية الزواج الشرعي المقرون بالتأبيد في كثير من الأحيان، بحيث يحمل الزوج حقيبته وينطلق إلى وجهة مجهولة، وفي بعض الأحيان لا تقف المرأة حتى على اسمه الحقيقي. والله العظيم هذا وقع وأنا شاهد. كنقول لك اسمي هذا الرجل، تقول لي ما نعرف اسميته، لا تعرف اسمه، ما تعرفش الفرنام الحقيقي دياله، ما تعرفوش وأخطر نام ومين جاي، ما تعرف حتى حاجة، حيث هو الوثائق دياله مشيت ما كيجيو، ولا الرسائل ديالو ما تعرف، لا تعرف شيئا، الايميل ديالو مسدود، التليفون ديالو مسدود، ما كتعرف عليه والو، قعد مع هذاك الشيء اللي قعد وزاد بحاله، هي ما كتعرف عليه والو. ترك الزوجة في وضع المعلقة عند حدوث الخلافات المفضية للفراق، فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة، هما تخاصموا ويقول لها انا غادي نخليك معلقة ما تزوجيش، حرام لن تتزوجي، سأتركي معلقة، أتركك. واش نقول الله ولا تمسكوهن ضرارا اللي تعتادوا. أيها المؤمن، يا اللي كنت تزوج وتقلب على الزواج الشرعي، الزواج الإسلامي، واش هكا كيقول الإسلام؟ فتذروها كالمعلقة. أي هل هذا هو الدين الذي تزوجت به؟ هذا انتهاك لحرمة الدين
ولعب واستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. من المفاسد أكل المال الحرام من خلال التهرب من القوانين وتزوير البيانات من أجل الحصول على أموال الدولة ومساعداتها. ومن التناقضات الصارخة أن توثيق الزواج في البلدية عند بعض الناس حرام لأنهم ليسوا مسلمين. يقولك هادو كفار ماشي مسلمين، ما يمكنناش حنا نديروا عندهم الزواج، في حين أن الأموال ديالهم والمساعدات ديالهم حلال طيب، هذا هو المؤمن اللي كيعرف الشرع. ثامنا ضياع حق الزوجة في النفقة. هذا المرأة ما عندهاش الحق في النفقة، هو كيجي كياكل وكيشرب وكينعس وكيزيد صافي، شنو كاين؟ هذا زوج ولا تيس؟ ما ندري. تاسعا ضياع حق الإرث بين الزوجين. إلى مات شي واحد فيهم حتى واحد ما يورث، لا ترث ولا المرأة ولا الرجل، لأن ما كانش الدليل على أنها زوجته. عاشرا ضياع حق النسب للأولاد في بعض الحالات دون بعض، وضياع بقية الحقوق التي يضمنها الشرع والقانون للأولاد كالإرث بعد الموت والنفقة بعد الطلاق. هاد الأولاد ما يورثوش هاد الرجل إلا كان ولده، إلا داروا هاد الزواج. وزيد على ذلك أن النسب ما يتكتبوش بسميته لأنها هي ما نسجلهمش، لأن إذا بغيت تمشي تسجل أولاد بالاسم تاعك خصك عقد، وهذا الرجل لا ليس مذكورا عند البلدية ولا عند القنصلية ولا عند أي جهة حكومية، فكيف ستلحق هذه الدولة هؤلاء الناس هؤلاء الأولاد بأبيهم؟ والنسب حق مقدس في الإسلام، حق مقدس لا يمكن أن نفرط فيه. لا يقول لك لا معلش تسجلوا على أمهم، اسمح لي إلا يتسجلوا على أمهم في الصيغة الشرعية ديالها وش كتعني؟ تعني أن هذه المرأة زانية أنها جبتهم من شي جهة؟ واش كاين شي امرأة مؤمنة كتقبل أن أولادها يكونوا منسوبين للمجهول أنها زانية جبتهم؟ واش كيقبل بعض الصيغ القانوني يقول لك لا راه يمكن له يعترف بهم واخا، هل تقبل أن يسجل في الصيغ في القانون المدني يقول لك راه غادي تسجل بسميته واخا ما مزوجينش، ولكن يسجل على أنه زاني راه فريند راه ماشي زوج، لا يسجل بأنه زوج، واشتان ما بين الأمرين. ثم التشجيع على ارتفاع نسب الطلاق بشكل غير مباشر. النساء والرجال الاخر يقول لك اللي عنده غير شويه نتاع المشاكل يقول لك لا خويا ما خصناش، اش داني تصدع الراس نطلق نمشي ندير الزواج تاع الفاتحه ونتمتع مع راسي بدون مسؤوليه، اش داني لهذا الشيء؟ هذا شكون اللي كيدي لهذا التفكير؟ هو هذا الوجود نتاع هذا الزواج العرفي الذي يفعله كثير من الناس. ثم اخر شيء اذكره في هذه المفاسد تشويه سمعه الاسلام والمسلمين. كاين برامج في القنوات الهولندية الآن كيتكلموا على هادشي، ماشي اليوم حتى شي عنده سنوات كيتكلموا على هاد النساء كيمشيو كيديروا عن خفت وكيبغيو يطلقوا كيطلقوش، ما عنده عقد زواج ما فيش حتى تاريخ، حتى تاريخ الإبرام ما فيه حتى حاجة. راه كاين واحد العلم اسمه علم التوثيق، فقه الوثائق، به باش كنكتبوا الوثيقة نتاع الزواج ولا البيع الكراء الرهن أي حاجة الإجارة أي عقد من العقود. في الإسلام عنده أباجديات، وماشي غير في الإسلام، عند جميع الأمم والشعوب، باش كيفاش كتكتب الوثيقة؟ هؤلاء الناس الذين يكتبون هذه العقود حسب ما وصلنا وما يقع في أيدينا من هذه العقود يعني الموجودة، لا علاقة لهؤلاء الناس بفقه الوثائق، ما يعرفوا حتى شي حاجة في فقه الوثائق ويقبلون. كيمشي يجيب لك كل رسم أكشن ويكتب فيها بستيلو باش ما يعرفوش شكون هو، ويدير فيها توقيع مزور يقول له ماذا؟ أنا كتبت لكم كتاب، أنا كتبت لكم كتاب صافي، هذا هو الكتاب الشرعي. وسبحان الله. الخلاصة أيها المؤمنون، أمام كل هذه المفاسد المذكورة وغيرها كثير، فهل يرضى مسلم حر غيور على دينه وأخواته المسلمات هذا النوع من الزواج؟ كاين شي مسلم فيه الدم نتاع الإسلام ونتاع الرجولة ونتاع الشهامة ونتاع كرامة الإنسان العربي الأصيل ولا المسلم الأصيل يقبل هذا الزواج؟ البنات المسلمين يبقاو يضحكوا عليهم هاد الناس بهذا الشكل؟ واش كاين شي راجل فيه الدم كما قلت لكم نتاع الرجولة يقبل هذا الشيء؟ ثم إن قبل على مضض اللي راهم يديروه مقابلين، اللي كيديروا هاد العقود راهم مقابلين، هل يقبلوا هذا الزواج الذي قبله لعموم النساء المسلمات؟ هل يقبله لابنته؟ هل يقبله
لأخته؟ هل يقبله لأمه ولقريبته؟ يضحكوا له على أخته ولا على أمه ولا على بنته؟ هل يقبل هذا إنسان مسلم؟ اللهم أن يكون ديوثا، إذا كان ديوث يمكن يقبل. إذا كان توثيق عقود البيع، العقود نتاع البيع، بغيت تشري طوموبيل ولا دابا حتى الفيتسات اللي مزيانين راه خصهم الوصل، التوصيل اللي هو عبارة عن ذاك البون اللي كناخذو، ذاك الوصل هو عبارة عن عقد. إذا كان توثيق عقود البيع والإيجارات، بغيت دير خدام يخدم معاك خصو كونترا، والمدايانات والشركات مهما، ولا يثبت حق لصاحبه إلا بالتوثيق في العصر الراهن، فمن باب أولى وأحرى أن يوثق عقد الزواج لما له من قدسية وشرف ومكانة في الشريعة الإسلامية، خاصة مع انتشار فساد الذمم ورقة الدين والابتعاد عن حقيقة الإسلام، حسما لذرائع الفساد أيها المسلمون والمسلمات، وتجنبا لضياع حقوق الزوجين، فإننا نقول يجب على المسلم أن يعرض عن زواج الفاتحة أو الزواج الشرعي اللي كيسميه شرعي هو ليس شرعيا، أو الزواج العفوي خصو يبعد عليه، أن يبتعد عنه، وذلك لغياب أبسط أبجدية في علم التوثيق في هذه العقود العرفية، ولأنها أيضا لا أثر لها. هذا هو المشكل، ما عندها تشي أثر، وجودها كعدمها لا قيمة لها. وعلى المؤمن والمؤمنة أن يفكر في الزواج الشرعي القانوني الموثق الذي يوثق لدى البلدية أولا، ثم لدى القنصلية المغربية بالنسبة للمغاربة، أو في البلاد الإسلامية بالنسبة للناس الذين ليس لهم هذا الإجراء، لا يستطيعون قيام بذلك في قنصلياتهم، أو على الأقل على الأقل يديروا العقد المدني ويمشوا عند الإمام. وهذه الحالة الوحيدة اللي كنديروها، إلى الدار العقد المدني، إلى الدار العقد المدني في البلدية، يمكن للإمام يدير الصيغة الشرعية في البيت ولا في المسجد، يديرها لا حرج، لأن هذا العقد قانوني، لأنه معاقب عليه في هولندا، كتعرفوا هذا الشيء، يعني اللي كيكتب هذه العقود العرفية استراف بار في هولندا، وحكم على بعض الناس في هذا الشأن. بهذا نضمن، إلا درنا غير نتاع البلدية وجينا مشينا عند الإمام ولا غير الإمام اللي كيفهم الدين، ودارنا الصيغة الشرعية في مجلس العقد وسمينا الصداق وحضور الشهود والولي والزوج والزوجة، بهذا نضمن ماذا؟ نضمن شرعية العقد من الناحية الدينية، ونضمن حق الزوج والزوجة والأولاد من الناحية القانونية، ويرتاح حينها الجميع من التبعات في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا مراشدنا، اللهم ألهمنا مراشدنا، اللهم أصلح حالنا وأحوالنا، اللهم أصلح حالنا وأحوالنا، وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين المحتسبين. نسألك اللهم أن توفقنا لصالح القول ولصالح العمل، أن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واحد الحاجة كتسألكم الدعاء، عندها جوج بنات مراض، نسأل الله أن يشفي هاتين البنتين، اللهم اشفيهما بشفائك، داويهما بدوائك، اكتب لهما العافية والشفاء مما تعانيان منه يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا أجمعين. كثير من الإخوة والأخوات يسألون الدعاء، فاللهم يا فالق الحب والنوى أعط كل امرئ منا ما نوى، اللهم أصلحنا أجمعين، أصلحنا أزواجا وزوجات وبنين وبنات، اللهم أصلح حال المسلمين في هذه البلاد وفي كل البلاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alle lof behoort toe aan Allah en mogen Allah
vrede en zegeningen schenken aan zijn boodschapper Mohammed. Vrede en zegeningen zijn met hem, zijn familieleden en zijn metgezellen tot de dag des oordeels. Beste vrome dienaren, Allah zegt in de eerbiedige Koran in Surat Ar-Rum: en het behoort tot zijn tekenen dat hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden, en hij bracht tussen jullie echtparen liefde en genade. Waarlijk, dat zijn zeer tekenen voor mensen die nadenken. Het huwelijk wordt in de islam sterk aangeraden en is in beginsel een religieuze verplichting voor een ieder, tenzij er dwingende redenen zijn om ervan af te wijken. Het huwelijk wordt als een schild tegen ongeoorloofde relaties beschouwd. Het moet op liefde en begrip voor elkaar gebaseerd zijn. Het huwelijk is volgens de islam het basisinstituut voor het stichten van een familie als een van de bouwstenen van de samenleving. Daarom is het huwelijk een heilig instituut dat beschermd hoort te worden tegen elke vorm van versplintering. Het huwelijk wordt in de islam gedefinieerd als een plechtige harmonieuze overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen man en vrouw. Met als voornaamste doel het stichten van een gezin onder toezicht van beide echtgenoten. Uit de gesloten overeenkomst vloeien wederzijdse gerechten en plichten voort. Verder maken we hieruit op dat het gezin als beste plaats wordt gezien voor een kind om in op te groeien. Een rechtsgeldige islamitische huwelijksakte bestaat uit 3 pilaren en kent 4 voorwaarden. De pilaren luiden als volgt. Allereerst de aanwezigheid van beide huwelijkspartners die vrij dienen te zijn van zaken die het huwelijk belemmeren, zoals bloedverwantschap in de eerste graad. Verder moet er sprake zijn van een duidelijke vrijwillig aanbod en aanvaarding in een enkele zitting. Als laatst moet de vrouw vertegenwoordigd worden door haar mannelijke voogd, namelijk degene onder wiens bescherming de vrouw steeds valt. Wat betreft de voorwaarden geldt, zowel de bruid als de bruidegom dienen op vrije wijze in te stemmen met het huwelijk. De islam kent immers geen dwanghuwelijken. De overhandiging van de bruidschat aan de vrouw, die vervolgens exclusief gaat behoren tot het vermogen van de vrouw. Het is niet toegestaan om hiervan af te wijken door bijvoorbeeld af te spreken dat dit niet wordt overhandigd. De aanwezigheid van 2 rechtvaardige moslimgetuigen en de bekendmaking. Het huwelijk mag dus nooit in het geheim worden gesloten of onder omstandigheden die kunnen leiden tot wantrouwen. Er mogen geen overige huwelijksbeletselen zijn, bijvoorbeeld als de vrouw nog niet officieel is gescheiden of nog in haar wachtperiode zit. In de praktijk komt het soms voor dat mensen de imam komen vragen voor het sluiten van een informeel huwelijk. Deze huwelijksvariant houdt in dat er voldaan wordt aan alle geldigheidseisen van een islamitisch legitiem huwelijk, behoudens het ontbreken van de registratie bij de overheidsinstantie. Soms wordt ook niet voldaan aan de genoemde voorwaarden waarmee het huwelijk geen rechtsgeldig islamitisch huwelijk is. In de Nederlandse wetgeving is dit soort huwelijk strafbaar. De achterliggende oorzaken voor dit probleem komen voort uit onwetendheid, gemakzucht en naïviteit, maar ook misbruik, fraude en bedrog. Het opstellen van een informeel of traditioneel huwelijk is klaarblijkelijk in strijd met zowel de islamitische als Nederlandse wetgeving. Deze handeling opent de deuren tot de rechteloosheid in illegale praktijken. Degenen die deze handelingen goedkeuren en in stand houden, maken zich schuldig aan on-islamitische praktijken, wat leidt tot complexe maatschappelijke problemen. Veel mensen komen achteraf hun verhaal doen bij de imam, omdat ze de dupe zijn geworden van deze ongeldige praktijken, en in het bijzonder zijn het vrouwen en de kinderen. De problemen waar deze mensen mee te maken krijgen zijn voornamelijk het verliezen van alle erfrechtelijke claims, zowel tussen echtgenoten als kinderen, niet in staat zijn om de afstamming, vaderschap of moederschap volgens wettelijke regels af te dwingen, niet in staat zijn om de daadwerkelijke gegevens van personen op te vragen, aangezien er soms valse informatie wordt verschaft. Zo blijkt later pas dat de man al gehuwd is en andere kinderen heeft. Soms zijn personen helemaal niet te achterhalen,
aangezien zij steeds valse namen hanteren. Het gemak waarmee men elkaar in de steek laat, zonder hiervoor verantwoordelijk te worden gehouden. De machteloosheid van de vrouw om te scheiden van haar man als de man niet wenst mee te werken. Het nuttigen van verboden inkomsten, zoals uitkeringen of toeslagen die men ontvangt, omdat men bewust de voorgeschreven regels omzeilt. Het verspreiden van onwaarheden zo worden wijsgemaakt dat het niet toegestaan zou zijn om het huwelijk bij de gemeente te sluiten, omdat dit geen islamitische instantie zou betreffen. Het niet nakomen van de financiële onderhoudsverplichtingen, zodat de vrouw belast wordt met het vinden van een eigen inkomen en de kosten van het huishouden, terwijl de man slechts bij haar woont zonder enige bijdrage. Een informeel huwelijk heeft vaak een tijdelijk karakter. Men wil hierin niet investeren. Het wordt soms zelfs gezien als proefperiode. Het neerhalen van de menselijke waardigheid. Men wordt gereduceerd tot een object dat simpelweg vervangbaar is. Dit soort huwelijk leidt tot een toenemend aantal echtscheidingen. En als laatst geeft dit een zeer slecht beeld over de islam en moslims. Kortom, een ieder die dient bij zichzelf na te gaan in hoeverre een dergelijke overeenkomst in lijn is met de islamitische wetgeving. Iemand zou dit zijn dierbare, zoals zijn dochter, toch niet toewensen. Moge Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden vooral voor de dwaling en ons beschermen tegen al het kwaad. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا